يا استاذ علاء، ايوه بالظبط نص. قول والله ما كنت بتسحر لحمه. انت كنت بتتسحر لحمه؟ والله ايه؟ كنت بتتسحر لحمه؟ سحر لحمه؟ اه لا لا، كنت بتسحر فول وبيض وجبنه زي كل المصريين يعني. ايه؟ يعني زيك زي كل الوقت. انا فاكرك انك انت رومي ولحمه وفراخ وكده يعني. لا، وعادي بتسحر لحمه وفراخ ليه يعني؟ انت لا علاء، لا، كنت بتسحر عادي، بس كنت بقى ايه يعني، باكل، فطبعا ايدي بقى مليانه فول وبيض وبتاع، فطبعا قلت اغسل ايدي عشان اعرف امسك التليفون واعرف لا اتكلم وامسك الكتاب يعني. الناس فانا قعدت ارن عليك يجي 3 مرات ما ردتش، كان معايا تفاجئني كده وانا بتسحر تقول لي يلا احنا على الهوا. معلش، ما انا عايز السحر انا التاني، لان احنا ما رضيناش نطلع غير لما خرج احمد سعيد. طيب ماشي، الزمالك النهارده اولا ندي تحيه بس لحضرات الساده المشاهدين، ونقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله عيد مبارك عليهم باذن الله، وعلى اسرهم وعلى ابنائهم وعلى اخواتهم وعلى جيرانهم وعلى كل حبايبهم باذن الله، وان شاء الله عيد سعيد علينا احنا كمان. وتحية لأحمد سعيد، اتفضل. وتحية لأحمد سعيد خرج بالسلامة. وتحيه للاستاذ احمد سعيد اللي خرج بالسلامه، وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله يعني، وموقف جديد. ويوفقه في الازمه اللي هو فيها ان شاء الله، ويخرج منها منتصر باذن الله. بصراحة يا علاء النقابة كانت موقفها مشرف بصراحة يعني. اللهم دي العاده بتاعتهم. انا حتى امبارح وانا بتكلم معاك قلت لك لا، هم دي العاده بتاعتهم، وكل الامور السابقه كانوا بصراحه بيوقفوا وقفه جامده جدا، وبيساندوا جميع الزملاء في اي ازمه واي مشكله. وما اعتقدش ان دي اول مشكله لاحمد سعيد يعني، انا عارف ان احمد سعيد عنده حاجات كتيره يعني، ما اعتقدش ان دي كانت اول ازمه بالنسبه له يعني، ربنا ان شاء الله فهم يعديها على خير. بالتاكيد واقفين معاه من فتره يعني. ربنا يعديها على خير ان شاء الله. ماذا لديك من اخبار؟ عندنا الزمالك خاض مباراه وديه امام طلائع الجيش، انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. اللي احرز هدف الزمالك احمد سيد زيزو، احرز هدف الطلائع كريم طارق. والمباراه شهدت ان الحكم محمد معروف احتسب ضربه جزاء على الزمالك، لكن لما راح الفار شاف ان هي مش ضربه جزاء فرجع في قراره. كارتلون دفع في بدايه المباراه بمحمد ابو جبل، محمود علاء، محمود حمد الونش، حازم امام، محمد عبد الشافي في خط الدفاع، خط الوسط طارق حامد، رجاني ساسي، احمد سيد زيزو، اسلام جابر، واسامه فيصل، وكان راس حربة صريح واحد بس مصطفى محمد، وكان اسامه فيصل تحتيه بيلعب ايه راس حربة تاني يعني تحتيه، بينضم لنص الملعب. كارترون سعيد جدا بالتجربه وشايف ان هي تجربه مفيده، خاصه ان طلائع الجيش النهارده لعب بحماس كبير وقوه وباغلب عناصره الاساسيه، فشايف ان الفريق استفاد جدا من المباراه دي. الزمالك طبعا اجازه وهيرجع تاني المعسكر في برج العرب يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، اجازه طبعا بمناسبه عيد الاضحى. الكاف على حسابه الرسمي رحب بتدريبات الزمالك والاهلي والرجاء والوداد الرباعي اللي هيلعبوا مباراه النصف النهائي لدوري ابطال افريقيا، وقال ان هي عوده للعمل، ويتوقع ان مواجهات دوري نصف الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا ان هو يكون قوي، لانه شايف ان الاربع فرق من الاربعه المميزين في افريقيا، وشايف ان كل الاربعه كلهم مرشحين للفوز بالبطوله الافريقيه. اتحاد الكره رفض ان هو يلزم احمد عبد الشافي، عفوا، الشناوي، حارس بيراميدز بدفع فوائد ال 8 مليون جنيه اللي حكم بيهم لنادي الزمالك. طبعا ال 8 مليون جنيه دول الشناوي حصل عليهم لما جدد عقده مع الزمالك منذ عامين، وما ردهمش تاني للزمالك، الزمالك اشتكاه، الزمالك عايز يخلي اتحاد الكوره يجبر الشناوي انه يدفع فوائد على ال 8 مليون. طبعا اتحاد الكوره ملوش علاقه، قال لك الحكم ندفع ال 8 مليون بس اللي هو المبلغ اللي هو حصل عليه. وطبعا الشناوي تقدم باستئناف ضد العقوبه دي، فلسه بقى هيتنظر في الاستئناف بتاعه. عندنا حاجة مهمة جدا النهارده حصلت طبعا في الساعات الأخيرة. النيابة العامة أصدرت بيان مهم جدا للشعب المصري. أنا بس طبعا هو البيان كبير، بس أنا هاخد منه حاجة بسيطة جدا هعلق عليها لأن حاجة مهمة جدا. هو البيان الحقيقة قيم جدا، وأنا بطالب جميع وحضرات السادة المشاهدين إن هم
يدخلوا على جوجل ويروه يعني. البيان بيتكلم في حاجة مهمة جدا، بيقول لك المجتمع المصري تتفشى فيه جرائم بالغة الخطورة مما قد يستثمره أعداء الوطن من المكنسين المتكاسلين عن إصلاح وإعلاء شأن تلك الأمة. ولا بمناسبة ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أنها ما كانت لتكشف عن تلك الوقائع في بياناتها إلا بعد أن تداولها العامة وغير المختصين وغير المتخصصين مما قد يؤثر فيها، فأثرت حماية التحقيقات فيها وضحت الشائعات والأخبار غير الدقيقة التي قد تطولها فتصورها من غير صورتها الحقيقية. يعني في ناس بتتكلم عن قرارات النيابة العامة وهي طبعا ما عندهاش أي خلفية أو عندها أي معلومة، فطبعا هي بتقول لا احنا هدفنا كله إعلاء الحق ووجود قيم المجتمع. وبعد كده النيابة العامة نشدت المجتمع المصري العريق الاعتصام بالخلق الحميد وما ورثاه من اعتدال في معتقداته الدينية ولحمته ونسيجه الاجتماعي المترابط منذ نشأته الأولى. وأنا أعلق هنا على الكلام ده، يعني النيابة العامة عايزة المجتمع المصري يعتصم بالأخلاق بالخلق الحميد. طبعا غالبية الشعب المصري الحقيقة بيعتصم بالخلق الحميد، لكن في ناس بتخرج عن النص وبتتحامى بالحصانة وللأسف القانون ما بتطبقش عليه. طبعا دي مش مسؤولية النيابة العامة، احنا طبعا بنبرئ النيابة العامة والنيابة العامة بتعمل اللي عليها، احنا بس بنوصف حالة موجودة في المجتمع. تمام. لأن هم بيقولوا المجتمع المصري العريق الاعتصام بالخلق الحميد وما ورثاه من اعتدال في معتقداته الدينية ولحمته ونسيجه الاجتماعي المترابط منذ نشأته الأولى. طبعا احنا ده شيء جميل واحنا طبعا هنسعى عليه كلنا كمجتمع مصري، لكن برضو بنلفت نظر النيابة العامة وهي طبعا ما أثرتش في أي شيء، بالعكس ده هي مع الحق ومع الشعب وهي محامي الشعب. شكرا يا علوة. إن للأسف في ناس بتصدق. بقول لك تحية للنيابة العامة وأنا بشكرك أنك أنت ألقيت الضوء على هذا البيان المحترم. الله يخليك يا زهر. فطبعا إحنا طبعا كأفراد الشعب المصري بنعتصم بالخلق الحميد وبنلتزم طبعا بمناجدة النيابة العامة، لكن هنوضح أن في ناس بتخرج عن الخلق الحميد وبتتحامى بالحصانة البرلمانية، والحصانة للأسف بتحميها وما بتخليهاش تقف أمام النيابة العامة علشان يتم التحقيق فيها في البلاغات والقضايا المقدمة ضدها، وممكن النيابة العامة تبرأها وممكن تدينها، محدش عارف ساعتها هيكون الموقف إيه. رئيس الزمالك ليل ونهار بيتكلم على ملف في نادي القرن. اكتشفنا النهاردة أن نادي الزمالك حتى اليوم ما أرسلش الملف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولا للاتحاد الدولي لكرة القدم. لا الاتحاد الأفريقي راح له الملف ولا الاتحاد الدولي لكرة القدم راح له الملف. ولا هيروح. اشكرك يا علوة. شكرا. ولا هيروح. ولا هيروح. شكرا يا زعبنا. شكرا. ربنا ما يحرمنا منك، وتحياتي لاولادك وكل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب ويعيش سعيد عليك وعلى اسرتك باذن الله تعالى. صيطني بكلمتين، الحاجة وصلت ولا ما وصلتش؟ لا بقول لك ايه، اقعد ساكت بقى عشان انا رحت مشوار والدنيا كانت حر والحاجة بتاعتك طلعت قليلة قوي ما تنفعش خالص بصراحة. مشوار في عز الحر والرطوبة ورايح وجاي وبتاع، في الاخر على اللي انت عامله ده مش عايز اتكلم على الهوا. خليها بيني وبينك يعني، خليها بيني وبينك. كنت اقول لي ما كنتش رحت المشوار ده في الحر بصراحة. والله العظيم الناس بلا ما كنت رحت. اسمع عايز اقول لك على حاجة، انت تمسك في تمسك في مين؟ تمسك في وليد وما تسيبهوش. ده انا قلت له علاء لازم ياخد نصيب الاسد، تعاملها فيك. أقسم وليد بالله ما حصل، اقسم بالله ما حصل. لازم تعمل. خلاني سبت الشغل ونزلت في عز الحر، وبقى ايه انا قلت اوعى بقى اوعى بقى المشوار. اسمع رحت امي مشوار في عز الحر في الاخر وانا راجع بصراحه مش عارف اعمل ايه، بفرص هدومي بصراحه. لا طبعا لا اعمل ايه طيب؟ عرب حسيت كده ان انا غرقت من العرق. يا علوة حق عرب على الواد على وليد، وانا متضامن معاك، حقك لازم يرجع. حق ايه بقى كنت طيب؟ خلاص بقى العيد عدى خلاص ترى وانت طيب. لا هنعمل لك وصلة. السلام عليكم. حلوة حلوة. صح خلاص انا هستنى الوصلة بقى. ماشي هستنى الوصلة. ماشي يا علوة، ربنا ما يحرمنا منك وكل سنة وانت طيب يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب ويبارك فيك. طيب نعمل محاولة أخيرة كده قبل ما السحور يجهز، الأستاذ أحمد سعيد نحاول نكلمه لأن كان تليفونه مغلق، فيا رب عكن نطمنكم عليها. طيب نحاول نكلم الأستاذ أحمد سعيد كده، الاتصالات صعبة والله يا جماعة.
حق علاء خروف، الناس فهمت يا ولاد الألبسة، أحسن ناس والله، الناس فهمت. وليد يا كده تعملها مع وليد، أنا بقول لك علاء بالذات هيفضحنا، أهو فضحنا علاء.